فضيلة وفينا الشيخ بين حب الحياة وحب الموت، وبالذات يعني الموت في سبيل الله، كما بعض الجماعات الإسلامية أن ترفع شعار والموت في سبيل الله أسمى أمانينا مثلا. نعم، هو الحياة مرحلة لابد منها، نعم، ولكن لابد أن تنتهي بالموت. حينما يأتي الموت المؤمن يرحب به، كما قال يحيى بن معاذ: لا يكره الموت إلا مريب، فهو الذي يقرب الحبيب من الحبيب. القرآن يقول: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم. لو كان الموت عدما لم يخلق. الموت مرحلة انتقال، كما قال الشاعر: وما الموت إلا رحلة، غير أنها من المنزل الفاني إلى المنزل الباقي. لا تظن الموت موتا، إنه ليس إلا رحلة منها هنا. فحتى الموت يعني يحبه الإنسان. معنى هذا إن المسلم عنده قلب كبير وعنده عاطفة واسعة جدا، تسع الكون بأرضه وسمائه، وتسع الناس، يحب الناس، يحب الخير للناس، كل الناس، يحب الخير للمسلم ولغير المسلم، وحتى للإنسان وللحيوان، حتى الحيوان. فهذا القلب الرحب وهذه العاطفة الواسعة تشمل الوجود كله. فهذا هو معنى الحب الذي وبعدين حب الناس، حب الناس هذا أيضا يعني أنواع. يبدأ بأن الإنسان يعني يحب لنفسه الخير، لا مانع، بس لا يصل إلى درجة الأنانية، إنه يحب نفسه ولا يحب أحدا إلا نفسه، لا، لأن هذه هي الأنانية القاتلة. إنما أنا أحب نفسي، ولكن مع حب الناس، من أحب أسرتي، أحب أولادي، أحب زوجتي، أحب إخوتي، أحب أقاربي، بل أحب الناس جميعا. الله تعالى يقول: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. أنا يعني أفكر أن الأرحام هنا مش بس الأرحام اللي هي أقارب الإنسان من أسرته، الأرحام الإنسانية، لأنه بيتكلم اتقوا يعني ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، فبيتكلم عن الناس، يخاطب الناس، فهناك رحم إنسانية واشجة. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام في دبر كل صلاة يقول: اللهم ربنا ورب كل شيء ومليكه، أنا شهيد أنك الله وحدك لا شريك لك. اللهم ربنا ورب كل شيء ومليكه، أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ربنا ورب كل شيء ومليكه، أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة. الأخوة بين العباد، والأخوة تتضمن معنى المحبة.